بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ندعو من الله العلي القدير أن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية. وبهذه المناسبة الكريمة فإنه يشرفني أن نرفع أسماء آيات الشكر والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى أخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومن دواعي الفخر أيضا في هذا الشهر الكريم شهر الخير أن نستذكر سويا مآثر الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي غرس بذور الخير في العالم لتمتد القوافل الإنسانية وأيادي الإمارات البيضاء للمعوزين في شتى بقاع العالم. وكل عام وطننا بألف خير وشعبنا أكثر صحة وسعادة.